تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. وأفاد مراسلنا بإدخال 216 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم الخميس، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح. كما استقبل منفذ رفح 38 مصابا فلسطينيا و79 مرافقاً.